فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هنا سؤال الأخ أبو سجاد عن المؤذن إذا كان يقتضي راتبا، هل له أجر مع كونه يقتضي مالا على ذلك؟ نعم، الأجر هذا بحسب النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نواه في عمله الذي أداه. وهذا يجعلنا نؤكد على استحضار النيات في الأعمال وإخلاص العمل وإرادة وجه الله عز وجل بما يؤديه الإنسان من الأعمال، سواء كانت أعمالا عبادية أو كانت أعمالا دنيوية. وبالتالي هناك أعمال يتمكن الإنسان فيها من أن يخلص النية فيها فيجعلها لله، فإن جاء فيها شيء دنيوي قبله وأنفقه على نفسه وعلى من تحت يده وعلى من يعرفه من الفقراء والمساكين.